السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو اليوم. اليوم غادي نبارطاجي معكم يا البنات واحد مولاتي التبريمه خطيره 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 خطيره، زوينه بزاف بزاف بزاف. خصكم غير ديروها وتردوا عليا الخبر، فريمون ديريها غير مره ولا جوج واجي ردي عليا الخبر. مقبل ان شاء الله. اول حاجه بعد هذا الانستغرام ديالي، مرحبا بكم عندي، اجيو عندي تما كاينه، مرحبا. وما تنساوش الا كنتو اول مره يعني كتشوفوا هاد الاخت قدامكم، تابوناو وفعلوا لي الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. ما تنساونيش بلي لايك، بغيت عدد كبير ديال لي لايك البنات باش الفيديو يبقى يطلع. اون فوا نتوما كديروا لي لايك الفيديو كيطلع، فعفاكم ما تخسروا حتى شي حاجه، ديروا لي لي لايك للفيديو. مهم، قبل ما غادي ندوزو للتبريمه بغيت غير نهضر معكم في واحد الحاجه بالنسبه للبنات. بعدا اي وحده عايشه في ايطاليا تقول لي انا، اولا تهزي يديها في لي كومونتير، بغيت نعرف شحال ديال الناس عايشين في ايطاليا متبعيني. فالموضوع اللي غادي نهضر فيه هي واحد الخدمه للناس اولا البنات اللي ساكنين في الطاليان. البنات اللي ساكنين في الطاليان وخدامين اولا ما خدامينش، قلت لكم ان شاء الله اليوم واحد الخدمه نتمنى من الله ان ربي يوفقكم فيها. هاد الخدمه هذه هي ديال مع اوريفلام، يعني مع شركه اوريفلام. طبيعه الحال ديجا انا بارطاجيت هاد الخدمه هذه مع الناس ديال اسبانيا، دابا طاليان، المره الجايه ما عرفش اين دوله غادي تكون. المهم البنات اللي خدامين اولا ما خدامينش، المهم كنتي خدامه اولا ما خداماش، المهم هاد الخدمه راه زوينه. انا بصراحه كتعجبني صراحه الخدمه، زوينه ليك. علاش؟ لان ممكن انك ديريها، اسمحوا لي، ممكن انها تكون خدمه اضافيه يعني في حياتك، هكا تبقى يعني المدخول ديالها يعني ديري به شي حاجه. وبسطحت لي الزهاقه. المدخول ديالها يعني ديري به شي حاجه، مثلا عندك وليدات ولا شي حاجه، اولا واخا تكوني غير ديال راسك، راه واخا تكوني خدامه وديال راسك وعندك مثلا شي خدمه اللي ابار الخدمه ديالك وكتدخلي منها يعني واحد المصاريف، فراه حاجه مزيانه. يعني ماشي ضروري انك تكوني خدامه غير خدمه وحده، واللي خايبه هو انك تكوني ما كديري حتى شي حاجه. فالبنات اللي عايشين في ايطاليا وبغاو يخدموا مع يعني واحد الاخت اللي سميتها زهره اولا الزهره، هذا هو الرقم ديالها كما كتشوفوا. نبغيكم كاملين تواصلوا معاها وهي غادي تشرح لكم اكثر يعني على النوعيه ديال الخدمه وكيفاش يعني غادي تبقاو تخدموا معاها وكيفاش غادي تبقاو تتعاملوا معاها وداكشي. ونتمنى لكم التوفيق. بزاف ديال الناس وحنا المغاربه واخدين واحد الفكره خاطئه خاطئه بزاف بزاف، هي ان الناس اللي عايشين برا سواء في طاليان في اسبانيا في فرنسا لاباس عليهم، عايشين بحال الملوك بحال ما عرفتش كيفاش دايرين. لا، كل بلاصه وكل دوله فيها الناس لاباس عليهم وفيها الناس يعني شويه ماشي لاباس عليهم بهذا المفهوم، وكاين الفقر بطبيعه الحال. فالانسان انا نبغيه يكون مجتهد في حياته، يعني واخا تكوني انت عندك خدمتك حاولي انك تقلبي، يعني مثلا عندك خدمتك وعندك وقت اللي خاوي حاولي انك تقلبي على شي خدمه اللي تكون غير من الدار، وهاد الخدمه كتخدميها غير من دارك، يعني ما كتهزي ما كتحطي ما كت يعني ما كديريش شي اكتيفيتي اللي صعيب عليك، يعني ما كديريش شي حاجه اللي صعيبه عليك، لا بالعكس كتخدمي من دارك. ديجا السيده غادي تواصلي معاها، هذا هو الرقم ديالها، تواصلي معاها وغادي تشرح لك بزاف، يعني غادي تشرح لك مزيان اكثر مني اكثر مني. انا كنوصل المعلومه ولكن هي اللي غادي تفهمك، وانا متاكده انك الا كنتي ثقه والا كنتي يعني جاده في العمل ديالك غادي يعني ان شاء الله يا ربي غادي يوفقك الله وغادي تحققي بزاف ديال الحاجات. في الاول اي خدمه الانسان كيبدا بواحد الصالير اللي كيكون شويه هابط، ولكن مع المداومه ربي كيوفقه وكيوصلوا لذاك الشيء اللي هو بغى. فانا بغيت ندير فيكم يعني يا اختي ندير فيكم واحد الحماس، انه واخا تكوني، انا كنهضر مع الناس ديال طاليان فقط، الناس ديال طاليان فقط، يعني ما تسولونيش الناس الاخرين، ما يقولوش واش انا واش انا واش انا، لا، هاد السيده كاينه في طاليان وانا كنهضر مع الناس اللي عايشين في طاليان.
هما اللي ممكن يتواصلوا مع هاد الاخت هذه وهي غادي تشرح لهم. فكما قلت لكم يعني ملي كتكوني يعني غير جيتي من الخدمه, كاين اللي كتجي من الخدمه وكيجيها الملل, كاين اللي كيعجبها الخدمه, كاين اللي كتبغي هي, كاين اللي هي عمليه حركيه كتبغي تخدم. فانا كان نحفزك انك فريمون تعيطي للزهراء او للزهره وتواصلي معاها يعني تدخلي واحد المصاريف اضافي في حياتك اللي ممكن تدي به شي باب مثلا عندك, فهمتوا؟ فهذا هو الرقم ديالها, تواصلوا معها وقولوا لها جيتوا من عند فاطمة الزهراء بيوتي وهي غادي تشرح لكم على النوع ديال الخدمه وكيفاش تخدموا وكيفاش كاع دوك الامور غادي تقولها لكم ان شاء الله. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي, وكنتمنى لكم التوفيق من قلبي الخالص. الله يسهل على اي وحده واي واحد بطبيعه الحال, سواء دري ولا بنت, في اي لاج يعني, وباغي يخدم وباغي يخدم على حياته وباغي يوصل, كنتمنى ليه التوفيق من قلبي الخالص. بحال هاد الامور كنبغي نبارطاجيها في القناه حيت كنبغي الناس تخدم. هاد الاخت كتقلب على ناس يخدموا, فانا ما يمكنش نرفض هاد الطلب, ويعني قلته في هاد الفيديو هذا باش الناس تدبر على راسها. المهم يلا دابا نشوفوا التبريمه, نشوفوا المكونات ديالها. الغزاله ديالي التبريمه ديالي ديال اليوم غادي نحتاجوا ليها ان شاء الله واحد معلقه ديال الشوفان اولا الخرطه للبنات. كتشوفوني انا كنستعملو بزاف يعني في الوصفات ديالي حيت زوين صراحه, وكيعطيك واحد ليكلاس زوين, وصراحه هو مبيض وكيحيد لك يعني البقعه مع المداومه. فريمون كنصحكم بها البنات. انا كناخذو وكنطحنو كما كتشوفوا, كنديرو في قريعه كنحتفظ به يعني فقط للوصفات. وغادي ندير واحد المعلقه ديال بودر كاكاو مر, ماشي الحلوى البنات, هذا المر معلقه تكون يعني ماشي مقبه ولا شي حاجه, معلقه بحال هكا عادي غير شويه. وغادي نحتاج قهوه عاديه, قهوه عاديه غادي ندير منها واحد المعلقه. نورمالمون في التبريمات ديالي كنستعمل القهوه يعني سريعه الذوبان اولا نسكافي, فهاد التبريمه ان شاء الله غادي تشوفوها معايا بقهوه ناتشورال يعني زوينه. وحتى الا عندك الطفل ديال القهوه حتى هو ممكن تستعمليه. من بعد البنات غادي ناخذ واحد فرماجه مثلثه اولا كيري اولا يعني اي نوع الفرماج كيعجبك تستعمليه. وفهاد التبريمه الا ما بغيتيش تستعملي الفرماج ما تستعمليهش. بحال دابا البنات اللي عندهم بشره شويه حساسه كيتحسوا من الفرماج, الا ما بغيتيش ديريه ما ديريهش. صافي كنحاول انني نمزج هاد المكونات مع الفريميجه. واعره صراحه البنات التبريمه زوينه بزاف فريمون. انا ماشي انا بصراحه نط نديرها على قبل راسي, وقلت وما فيا ما يصور والله العظيم, لان ديجا انا كنشوف دابا حاليا كنشوف البنات ان الفيديوهات ما فيهمش يعني مشاهده, ما كاينش زعما كاين شي تفاعل, ف يعني ولا شويه كيجيني داك الملل انني نوض نصور وهذا, لان ما كنشوفش التفاعل مع الناس. فهادي انا نط نديرها وقلت صافي يلا خليني مادام غادي نديرها اجي نصورها بلا ما نضيعها ونحطها لكم. المهم كما كتشوفوا ها نتوما بعد ما خلطت الفرماجه مع هذوك النواشف, غادي نزيد البنات شويه ديال الحليب, شويه ديال الحليب يعني غير باش كتخفيها بحال هكا. صافي غادي نكمل يعني غادي نحركها مزيان, ما تكثروش الحليب فقط غير باش تخفوها ما تبقاش يعني بحال العجينه. ولا ما عندكش الحليب ممكن تستعملي الماء ديال الورد, مي انا بغيت نستعمل كل شيء يعني المواد كاملين يعني كيتكالوا. غادي نخلطها مزيان صافي, وان شاء الله غادي نطبقها يعني على وجهي. فريمون زوينه. ويلا ما عندكش الشوفان حاولي انك تعوضيه بالنشا,
يعني كاينين مواد اللي ممكن تعوضي الشوفان بيهم. المهم غادي نخلطها مزيان مزيان، خصك ضروري تخلطيها. وهذه البنات راه ديري منها انتيا واختك وماماك، ولا مثلا ما يعني ما كيديروش هذا الشيء وديري بها انتيا شي 3 ولا 4 المرات. هذه الا كنتي غادي ديريها غير لوجهك، اما لك تديري لوجهك وعنقك ديري بها واحد جوج ديال المرات حتى 3، يعني كتحتفظي بها في الثلاجه. المهم انا غادي ندوز الغزاله ديالي كما شفتوا التبريمه وشفتوا المكونات، انا دابا غادي نابليكيها على وجهي، فخليكم معايا. Shits and lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hear this and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't ever gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I know. I can teach you how to hit the skies, rise up.